بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج توضيح المسائل. ضيفي الكريم سماحة السيد مناف الجزائري، حياكم الله سيدنا العزيز. الله يحييكم، الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله. الله يحفظكم ويعافيكم، وفقنا الله وإياكم لخدمة الدين وإحياء مذهب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى منه السداد والصواب إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. نعم أحبائي المشاهدين، بالإمكان إرسال أسئلتكم الفقهية عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. كثير من الأسئلة جاي توصلنا، إحنا نحاول أنه نسابق الزمن حقيقة أحبائي المشاهدين لكي نرد على هذه الأسئلة. فبعض الإخوان الله يحفظهم ويرعاهم شوية مستعجل، يريد الجواب بسرعة. أنا أرجو من جميع الأخوة التريث والصبر قليلاً، لأنه إحنا أيضا جايين نبذل مجهود، وسماحة السيد يبذل مجهود جزاه الله خير الجزاء في الرد على هذه الأسئلة من حضراتكم. لذلك يمكن السؤال يتأخر حلقة أو حلقتين، نتأخر شوية بالرد، فنرجو من عندكم المعذرة والسماح. نعم سماحة السيد بارك الله بكم. نبدأ هذه الحلقة بسؤال لإحدى الأخوات، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي لسماحة السيد: ما هو حكم الأب إذا تقدم لابنته خطيب والطرفين طبعا متوافقين، البنت والولد يريدون بعض، ولكن الأب معارض لهذا الزواج، فما هو الحكم؟ طبعا هذه من المعضلات والمشاكل الأسرية في كثير من العوائل. نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح والسداد لجميع المؤمنين والمؤمنات في كل المجالات، وخصوصا في هذه المعضلة قضية الزواج وإرادة الطرفين، ولكن إرضاء الوالدين من أهم الأمور في مسألة توفيق الولد أو البنت في معيشتهم، في حياتهم، في زواجهم وإلى آخره، وإلى تأثير. فأرجو من الأبوين ومن الأولاد عدم التسرع والقضاء بدون تريث وتحقق في المسألة، لعله راح يسبب مشاكل، لأن هذه البنت إذا تزوجت بشخص لا رغبة لها به، وقد تعلق قلبها بشخص آخر. نعم. قطعاً هذه البنت ما راح، يعني زواجها ما راح يثمر ثمرة صحيحة. كذلك الولد لا يجوز إجباره على أنه يتزوج ببنت مثلاً هو لا رغبة له بها، وقلبه قد تعلق بمكان آخر. فالأفضل من الأب أنه لا يستعجل برد أي خطيب، يتحقق ويشوف الأمور من كل جوانبها وبعدين ينطي الجواب. وثانيا بأن البنت لا تتأذى، لعله أباها هو أدرى بالمصلحة. نعم. لعل أباها أدرى بالمصلحة منها، ممكن أنه أكفد أمور خافية عليها هو أدرى بها. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل على جميع المؤمنين والمؤمنات من مثل هذه الأمور. لكن إذا كان هو أدرى بالمصلحة
رده صحيح، أما إذا كان لا مجرد عناد مجرد لجاجة فلا يجوز، فلا يجوز ذلك، وحرمان البنت من هذا من هكذا زواج فيه صلاح لها. أحسنتم سماحة السيد بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من الأخ الجميلة من محافظة صلاح الدين، تقول أنا سنية وزوجي شيعي، هل يجوز أن أصلي صلاة الشيعة أو صلاة السنة؟ ويقولون لي يجب أن تتشيعي، أرجو الرد. هذا ما لأنه يجب أو لا يجب، أنا اللي أحب أطرحها مو بس على هذه الأخت المؤمنة، هذه الأخت الطيبة جزا الله خير الجزاء على هذا السؤال، لا بل على جميع المؤمنين، على جميع المسلمين. أنا أطلب من عندهم من خلال هذه القناة المباركة، قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، التحقيق، أن يبحثوا ويتحققوا عن الحق، هل أن التشيع على حق، يعني مذهب الشيعة على حق أم غير مذهب الشيعة؟ إذا كان مذهب غير الشيعة على حق فابقي على صلاتك، وإذا كان لا مذهب الشيعة اللي هو على حق يثبت عندك هذا الشيء، فبعدنا لازم أن تغيرين وتصلين على مذهب الشيعة. فالتحقيق عليكم بالتحقيق، تحققوا جزاكم الله خير الجزاء وشوفوا الحق وين وصلوا. النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هل أن صلاة الشيعة هي أشبه بصلاة النبي، هي ما جاءت عن النبي، أم صلاة غير الشيعة؟ النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يتوضأ؟ نتبع وضوء النبي، نتبع صلاة النبي، نتبع عبادة النبي، وأهل البيت الذي نحن نتبعهم هم أدرى بما في البيت، هم أقرب الناس إلى رسول الله، فقطعا ما جاء عنهم هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإحنا ما جايبين شيء من عندنا، من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اللي هم ماخذينه عن النبي صلى الله عليه وآله. أحسنتم سماحة السيد بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم. لدينا سؤال من أحد الأخوة يقول عندما أصلي في بعض الأحيان أنسى قراءة سورة الفاتحة، هل هو جائز أم لا؟ طبعا الحديث الوارد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني بدون سورة الفاتحة الصلاة لا تجوز، ولا هذه يمتى إذا كان في سورة العمد تعمد، يعني عمدان يجي المصلي ما يقرأ سورة الفاتحة يقرأ سورة أخرى، فالصلاة باطلة إذا كان. أما إذا نسى ونسي، يعني مثلا يجي واحد كبر تكبيرة الإحرام ونسى أصلا يقرأ سورة الحمد أو يقرأ السورة اللي بعدها، ورأسا راح للركوع ما متعمد، لأنه القراءة ليس من أركان الصلاة، واجبة ولكن ليس من أركان، عند النسيان ما تخل بالصلاة، يعني صلاته صحيحة. بس هو المهم هنا يمتى اللي يتذكر، يقول أنا أنسى، يمتى يتذكر؟ يتذكر من بعد ما ركع، إذا ركع ذهب إلى الركوع وتذكر أنه لم يقرأ الحمد فقد تجاوز محل القراءة، فصلاته صحيحة يتعدى بها. أو مرة لا يتذكر من بعد ما خلص الصلاة تماما، ها؟ من بعد ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتذكر بأنه بالركعة الأولى أو بالركعة الثانية ما قرأ سورة الحمد، أيضا صلاته صحيحة، لا يعتني بشكه، أو لا عفوا لا يعتني بذلك النسيان اللي حصل عنده، فيجيب سجدتين السهو اللي بيناها بالحلقات السابقة لنسيانه لسورة الحمد، يأتي بسجدتي السهو. أما إذا لا قبل لا يركع بنفس الركعة، يعني قبل لا يركع اتذكر بأن ما قرأ الحمد، لازم يرجع يقرأها من جديد، يقرأ الحمد ويقرأ السورة من بعدها أيضا، وبعدين يذهب إلى الركوع لأنه لم يتجاوز محل النسيان مالته. أحسنتم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم بارك الله بكم. لدينا سؤال من أحد الأخوة حقيقة يقول أن والدتي حافظة كثير من سور القرآن الكريم ودائما تقرأ هذه السور عن حفظ، يعني ما تفتح القرآن، هل باعتبارها
حينما أنها ما تفتح القرآن، هل باعتبارها تاركة القرآن؟ نعم، سؤال وجيه. طبعا يستحب عند قراءة القرآن فتح المصحف والقراءة من على كتابة المصحف تكون، هذا يستحب. ليش؟ حتى لا يصير خطأ، لا يصير نقص أو زيادة في القراءة، للإطمئنان. لأن إذا صار خلل بالقراءة هذا خاف يصير مصداق لحديث أو رواية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يعني إذا زيد من عنده أو نقص من الآيات هذه مشكلة تصير. فلذلك يستحب القراءة من على المصحف. أما إذا لا واحد حافظ ويطمئن بنفسه بأنه حافظه بشكل صحيح، نعم، وما راح يخطأ، لا، هذا ما يعتبر بأنه تارك لقراءة القرآن. يقرأ عن ظهر قلب، عن الحفظ، ما في إشكال، له الأجر والثواب أيضا. أحسنتم سماحة السيد. سؤال مهم حقيقة من أحد الأخوة اللي دائما نتعرض له بمجتمعنا وفي حياتنا اليومية، أنه أكو ناس تتدخل في خصوصيات الأشخاص الآخرين، يسأل سؤال خاص يعني فيني إذا صحت العبارة، فهل يجوز الكذب في هذه الحالة، أنه أنا أجاوب سؤاله بكذب، ما أريد أنه يطلع على حياتي الشخصية؟ نعم، طبعا وردت روايات عديدة بأنه يكره الأسئلة عن بعض الأمور، مثل السؤال عن العمر، كم عمرك؟ مثلا السؤال عن الراتب الشهري، ايش قد تاخذ راتب شهري؟ مثلا السؤال شنو مذهبك؟ مثلا شنو دينك؟ كذا. هذه وردت بها روايات بأنه يكره السؤال عن هكذا أشياء. هسه الجواب، أنا عندما تسألني مثلا هكذا سؤال وأنا ما أحب أجاوبك بما هو الواقع، إذا كانت أكو مندوحة، المندوحة شنو؟ هذا الصلاح فقهي، يعني أكو مجال للفرار، أستعمل هذه المندوحة. أكو فد وسيلة أستعملها بحيث أفر من الكذب وما يصدق علي بأنه كذبت. مثل إيش؟ لي قضية التورية. التورية بأنه الإنسان بالظاهر، مثل أنه أنت تسألني فلان موجود، أقول مو موجود هنا، وأشر على هذه النقطة اللي هو ما موجود بيها. نعم، هو موجود داخل لعله، سيقول هو ما موجود هنا، أشر على مكان اللي هو بالفعل ما موجود. فالظاهر الكلام المستمع عندما يسمعه يعني يتصور بأنه جواب لسؤاله هو اللي بذهنه، ولكن أنا جوابي كان عن غير سؤاله اللي هو في ذهنه. فإذا كان مثلا موجودة فالذريعة أقدر أتوسل بيها، مثل التورية أستعمل التورية حتى لا يصدق علي الكذب. نعم. أما إذا لا، بعد انجبرت لأنه فيه ضرر علي إذا أقول الصدق، لأنه بعض الأوقات الكذب يكون واجبا، بعض الأمور الكذب يكون واجب، ليس فقط يعني مو حرام، لا، واجب يصير لحفظ النفس، لدفع الضرر عن الآخرين، عن المؤمنين وما شاكل من هذه الأمور، ما في إشكال إذا دفع به ضررا عن نفسه أو عن أحد المؤمنين. أحسنتم، الكذب جائز. أحسنتم سماحة السيد. بدقيقة أو دقيقتين سماحة السيد إذا جاوبونا على هذا السؤال قبل أن نطلع فاصل. الأخ محمد من محافظة ميسان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل، والعمل اللي أعمل به أصحاب العمل عند انتهاء العمل يسرقون بعض المواد. طبعا المسؤولين عن الأخ محمد بالعمل يسرقون بعض المواد أمام عيني، ما حكم القوت اليومي الذي أخذه منهم، يعني أجرتي اليومية وهم أرباب عملي؟ إذا كان يعلم، طبعا هذه من المعضلات واقعا، من المشاكل الاجتماعية اللي عندنا، بأنه أخذ الأشياء عدوانا وظلما هذا غصب، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. الغاصب
يعني يتعدى على حقوق الآخرين بدون إذنهم، هذا ما يجوز. هل يقبل هو نفسه أن واحد يتعدى على حقوقه هكذا؟ طبعا لا. إذن هذه راح يصير شنو؟ راح يصير فوضى، وراح يصير عدم اعتماد شخص على شخص، راح يتشتت المجتمع في هكذا أمر. فهذا الشخص اللي هو عامل عد هكذا أشخاص يغصبون أمام عينيه أموال الناس ويتعدون على حقوقهم على ممتلكاتهم، إذا يعلم بأن هاي الأجرة اللي ينطون هي من هذه الحرام فلا يجوز له أخذها. أما إذا لا، عدهم مثلا أموال حلال أخرى، نعم أموال حلال أخرى، يقول لعله أنه أعطوني من هاي أموال الحلال، فما فيه إشكال هاي الأجرة مالته. يعني إذا تيقن بأن هاي الأجرة اللي انطوه إياه هي من الأموال الحرام، ما يجوز له أن يأخذها، لأن هاي غصب، يعني أعانهم على الغصب أيضا. أما إذا لا، عدهم ممتلكات أخرى من حلال، عدهم أموال أخرى من حلال، فلعله أعطوه من هذه الحلال، فما في إشكال. أحسنتم، بارك الله بكم سماحة السيد. نطلع إلى فاصل ونرجع إلى خدمتكم إن شاء الله. الله يسلمك. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى. حياكم الله وبياكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. رحبوا معي مجددا ومرة أخرى في سماحة السيد مناف الجزائري، حياكم الله سيدنا العزيز. الله يحييكم، الله يحفظكم إن شاء الله. نرجع لنكمل ما تبقى من الأسئلة من الأخوة المشاهدين. أحد الأخوة طبعا اللي هو الأخ منذر حيدر من العاصمة السورية دمشق، يقول: ما حكم المحلات التجارية التي تسمى بأسماء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأيضا أكياس النايلون أو المنتجات اللي تأخذها سيدنا من المحل التجاري يكون مكتوب عليها اسم أحد الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونحن نعلم أنه بعد انتهاء الحاجة من هذه الأكياس أو الأشياء الأخرى ترمى في النفايات، أجل الله السامع وأجل لكم الله سماحة السيد. الله يحفظكم، الله يحفظكم إن شاء الله. سؤال جدا وجيه طبعا. إذا كانت الأسماء اللي توضع على المحلات ومشاكل قطعا أنها اسم أحد المعصومين، إذا قطعنا، إذا تيقننا لأن يعني هذا اسم أحد المعصومين، مرة لا مشكوك فيه، مثلا يقول محل رضا، زين، محل محمد، محل علي، كذا، هذا مو معروف بأنه وهذا اسم مخليه على اسم المعصوم لو مخليه على اسمه هو، نعم، أو اسم ابنه أو كذا. أما إذا قال مثلا أكو قرينة موجودة تدل على أنه هذا للمعصوم، مثلا الرضا عليه السلام، نعم، النبي صلى الله عليه وآله، ها، مثلا أكو فت قرينة موجودة تدل على أنه هذا اسم أحد المعصومين. جميل. فاسم المعصوم هذا لا يجوز مسه بدون طهارة، زين، يجب أن يوضع في مكان بحيث لا يسبب له إهانة، وخصوصا هذه الأكياس ومشاكل التي مثلا ذكرت في ضمن السؤال، إذا كان ترمى في النفايات في المزابل وكذا أجلكم الله، هذا طبعا حرام لا يجوز، يجب حفاظ وتقديس هذه الأسماء المباركة، وأن توضع في محل له شأنه، مثلا تجوم يخلون عليها مثلا فجام فكذا، بحيث ما يصير عليها مس مباشرة. إذا كان في معرض إهانة فلا يجوز أبدا، وهذا يسبب إلى سلب البركة من ذلك المحل،
من ذلك المكان، من ذلك الدكان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. أحسنتم سيدنا. أيضا لدينا سؤال من الأخ حسين من لبنان، طبعا يقول عندي سؤال: هل وجود القرين المسحور في حياة الإنسان موجود ويمنع الحمل لدى النساء، وكيفية علاجه؟ طبعا اللي يسمونها بالمصطلح الشعبي التابعة سماحة السيد. نعم. طبعا هذا مو من ضمن يعني موضوعنا، نعم، ولكن أهل التخصص نعم يقولون بأنه هكذا شيء موجود تابعة وما شاكل، وعلاجها هم يعرفونه يعني، نعم، لأن إلى فد أمور لازم يجرونها وكذا. وأفضل شيء هي التعويذات الواردة في القرآن الكريم مثل قراءة المعوذتين والأدعية والتعويذات الواردة عن المعصومين عليهم السلام. أحسنت. أن الإنسان يحملها وياه كذا من أجل حفاظ ودفعها كذا مشاكل. بارك الله فيك. أيضا لدينا سؤال من الأخ رافد منصور القطراني من محافظة البصرة قضاء الزوير، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أنا أعمل في العملة الصعبة اللي يسمونها بالعراق الورق، فأبيع وأشتري الورق، إيش قد النسبة اللي أقدر أخذ، يعني أنه من أبيع وأشتري ورقة ثانية إيش قد النسبة، نسبة الربح اللي لي؟ طبعا هي قضية بيع العملة، بيع العملة كبقية البضائع، ولكن حسب المتعارف. نعم. إذا كان المشتري هو قابل بتلك الزيادة وما في إشكال، إذا كان توافق بين البائع والمشتري مهما كانت نسبة الزيادة ما في إشكال، إلا إذا كان المشتري جاهلا بهذه النسبة اللي موجودة في السوق، فعندما علم بأنه باع عليه أكثر من السعر المتعارف عليه بالسوق له الخيار، خيار شنو؟ خيار الغبن يسمونه، يعني طلع مغبون. نعم. زين، يعني مثل ما نقول بالدهرج يعني غشة، بأنه يعني بالسوق سعر وهو باع عليه بأغلى من سعر السوق، فإلى حق الخيار يسمونه خيار الغبن، أنه ينطيه ما به التفاوت، ينطيه الفرق. أما إذا كان لا عالما فإيش قد ما يريد يزيد خي زيد. إذا كان المشتري عالم ويعرف النسبة الموجودة إيش قد ما يبيع خي يبيع. ولكن الأفضل لجميع، هذه نصيحة لجميع يعني أهل السوق في شتى البضائع، أن الأفضل مراعاة حال الناس، وأن لا نصعد السعر أكثر من ما هو عليه في السوق. أحسن. حتى تعم البركة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم. أيضا لدينا سؤال من الأخت زينب من محافظة ذيقار، تقول: أخي مس جثة أحد أقاربنا لنقلها إلى المغتسل، وعندما عاد إلى البيت لم يغتسل غسل الميت مباشرة بل بقي لثاني يوم، فهل تحكم الأشياء التي لمسها بالطهارة أم إنها نجسة؟ لا طبعا، وهذا حدث وليس خبث، يعني مثل الشخص المجنب. نعم. الشخص المجنب مو معناته أنه عندما يمس شيء هذا تنتقل النجاسة من بدنه إلى ذلك الشيء، لا أبدا، هو حدث هذا يعني باطني معنوي نسميه. كذلك مس الميت هذا من حدث يسمى من الأمور، يجب عليه غسل مس الميت. نعم. فإن لم يغتسل مو معناته أنه أي شيء اللي يمسه يكون نجس، لا أبدا، النجاسة ما موجودة، إنه حدث. وأما بالنسبة إلى قضية مس الميت، متى يجب غسل مس الميت على المكلف الذي يمس الميت؟ إذا كان الميت بعد برده وقبل غسله، الفقهاء يقولون. نعم. يعني شنو؟ يعني إذا تو ميت وجسمه بعد حار، الآن مات وجسمه حار، عندما أمسه هنا ما يجب عليه غسل مس الميت. نعم. لأن جسمه بعد حار. إذا برد جسمه وغسلوه غسل الميت بماء
السدر وماء الكافور وماء القراح غسلوه ولا اجيت انا مسيته ايضا ما يجب علي بس الغسل هو طاهر. ها. نعم. يمتى يجب؟ بعد برده وقبل غسله بهاي الفاصله اذا مسيته يجب علي غسل مس الميت. جميل جدا. اذا صليت قبل لا اغتسل غسل مس الميت صلاتي باطله لان واجب علي مثل الشخص المجنب تماما. شلون؟ انه يجب عليه ان يغتسل ثم بعد ذلك يصلي ثم بعد ذلك يصوم وما شاكل، هذا ايضا يجب عليه غسل مس الميت. اما قضيه تعدي النجاسه الى الاشياء اللي يمسها او ملابسه او غيره لا ابدا ما اكون نجاسه تنتقل. احسنتم بارك الله بكم. ايضا لدينا سؤال من الاخ عماد من محافظه البصره، يقول سيدنا العزيز اكو شخص من الاشخاص ظل يطلبني مبلغ من المال، فظليت فتره ورحت له الى المكان المتعارف عليه انه يلتقي بي ولكن للاسف ما الاقي، شنو الحكم وانا ما اعرف ولا عند المكان الحالي؟ اذا كان يعني مثل ما هو ذكر بالسؤال ما يقدر يوصل له، ما يقدر يوصل الأحد أقاربه بأي طريقة من الطرق، يعني مسدود عليه البيبان مثل ما نقول، ما يقدر يوصل إلى صاحب هذا المال، يتصدق بالمبلغ نيابة عنه ومع ذلك يبقى ضامن إذا وجده يوم من الأيام يخيره يقول له أنا المبلغ اللي أنت تطلبني إياه تصدقت به نيابة عنك. نعم. فأنت تريد المبلغ الآن لو تريد ثواب الصدقة. إذا قال لا أريد المبلغ لازم يعطي وثواب الصدقة يرجع إليه. يذهب إليه. أما إذا لا قال أنا جزاك الله خير أنا قبلت بهذا الشيء فبعد يستكفي وثواب وأجر الصدقة يرجع إلى صاحب المال. جميل جدا. نعم سماحة السيد، أيضا لدينا سؤال من الأخ أبو علي من محافظة البصرة منطقة القبلة، يقول هل يجوز إلى الأم أكل مال الأيتام ما دامت هي الوصية عليهم؟ وأيضا الشق الثاني من السؤال يقول هل يجوز إلى الولد عندما يكبر المطالبة بحقه وإذا أبت الأم يتجاوز عليها أو يشتكي عليها بالمحكمة؟ أكل مال اليتيم يعني شنو قصده؟ إذا كان قصد السائل بأن هي اللي صرفتها على نفسها ما صرفتها عليهم وهم من أموالهم هذه الخاصة فما يجوز أكل مال اليتيم، صن ما يجوز. أما إذا كان لا هي كانت تنفقه عليهم النفقة على الأيتام يجب أن تكون بالمعروف. بالمعروف يعني شنو؟ يعني تصرف عليهم بقدر احتياجاتهم، ما زاد على احتياجاتهم لازم تداري هذه الأمور. أما إذا صرفت عليهم وبالمعروف فلا إشكال في ذلك ولها الأجر والثواب. أما إذا تعدت وصرفت على غير المعروف على غير المتعارف خارج نطاق احتياجاتهم فهذا بعد مو جائز إليه. جميل جدا. ويجوز للابن أن المطالبة بحقه إذا بلغ أو البنت. نعم. ولكن هذا خلاف الأدب، يعني أنه يجي ابن مثلا يشتكي على أمه بأنه أخذت حقه وكذا، يعني من باب الأخلاقيات لا يجوز. أحسنتم. الأفضل أنه يسامح أمه ويعفو عنها ويتذكر تعبها ويتذكر ما بذلت له وما قدمت له من خدمات ومن تربية وإلى آخره. أحسنتم سماحة السيد. سؤال أخير سماحة السيد قبل أن تنتهي الحلقة من الأخ أحمد بن داود من السعودية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الزواج بدون شهود وأوراق رسمية؟ نعم، هذا الشهود نحتاجهم عند الطلاق، يجب أن يكون شاهدان عادلان عند الطلاق، أما عند الزواج لا، صن بين الزوج والزوجة لوحدهم هو بالأصل والذات، بأن الزوجة هي تقرص الإيجاب
والزوج عليه القبول. جميل. يعني الزوجة تقول لزوجها زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، عينون بناتهم صداق. نعم. زين، زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، الزوج يقول قبلت، خلص هذه هي، هذا يكفي، هذه الصيغة صيغة عقد النكاح الدائم. نعم، هذا يكفي. أما شهود وكذا هذا من باب الاستحباب، وأوراق سواء كانت مثلا أوراق بين الأفراد نفسهم، ورقة عادية أو أوراق رسمية بالمحكمة وغيرها، هذا من باب الاستحباب، من باب يعني حتى يكون معروف عند الناس بأن هذان زوجان. جميل. تزوجا زواج شرعي وإلا مو واجب. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله بكم. الله. انتهى وقت البرنامج لهذا اليوم وهذه الحلقة، إن شاء الله نلتقيكم في الحلقات القادمة. سماحة السيد مناف الجزائر، شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم إن شاء الله، بارك سلامكم. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، في هذه اللحظات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.